اليوم وفي ضيافة آل شحات الشريف نواف شحات محمد وإخوانه لاستضافة مجموعة وفاة أو لمسة وفاة من مكة المكرمة وبتنسيق وترتيب الدكتور محمد أديب عبد السلام. تشرفت بلقاء خالد الله يكرمك وشيخي الذي هذا من قيمة كنت أسمع له حتى من أيام الأشرطة. الله أكبر. الشيخ الدكتور أحمد نافع المرعي وهو خالي جدة الوالدة أم جدي ربيع الظبي المحمدي من الموارع، وهذا شرف دائما وأنا فخور بالموارع جميعا. والله أنا فخور بكم الدكتور، نحن فخور بكم الله مرة إنك خالي، وفخور بأنك تلميذ، وفخورون بك بوجود شخصية مهيئة دعوية وسطية في المملكة بمثلك يا دكتور أحمد. حياك الله، شاكرين لك هذه الزيارة وصحبك الكرام. الله يكرمك، الله يكرمك. شكرا لك. حياك الله.